معذرة، لو درجة الحرارة عدت 50، الإنزيمات اللي في العسل والفيتامينات اللي فيه أكتر من فيتامين بيتكسروا بعد ال50، يتحول لشراب سكري، طعمه سكري بس، لكن فايدته كلها بتروح. معنى كده فعشان كده الأوروبيين، ده حتة مهمة جدا، الأوروبيين معنى كده أن بيع العسل في الشوارع في خلال فترة الصيف يشكل تأثيرا سلبيا على نوعية المنتج العسل. يا فندم العسل ده إذا عرض للضوء، يعني برطمان الإزاز ده لو عندك في البيت وحطيته في الضوء كده بره، أنت كده بتكون مادة سامة في العسل. لا إله إلا الله، زي زيت الزيتون لو اتعرض للضوء بقى أي بقى حاجة تانية مش زيت زيتون. إنزيم اسمه HMF، يعني مجرد تعرض السكريات للعسل بيحصل لها تكسر ويتكون الإنزيم ده. الإنزيم ده المفروض إن هو ما يزيدش عن 80 بي بي إم في العسل. تمام؟ يعني 80 جزء في المليون. 80 جزء في المليون. طيب العسل ده لو انت العسل المعقود اللي هو المغشوش اللي بي اللي بي اللي بيجيب شكاره السكر، شكاره السكر 50 كيلو بتعمل 25 كيلو عسل، حلهم في ميه زي الشيره اللي يعني بيعملها الكيلو للكنافه بيغلي الميه وبتاع، يعني الكيلو ب 8 والبقلاوه والقطايف، يعني الكيلو ب 8 جنيه الكيلو يكلف على اللي بيغش ده 16 جنيه يبيعه ب 25 جنيه يبقى كسبان كده و100 منه، وتلاقيه جاي لك حاطط لك منحل على الطريق مثلا السريع اي طريق ورصص لك العسل كده يقول لك عسل طبيعي لسه طالع من نحله سخن، وهو اغلبه بيكون عسل مصنع. طب دي رساله، لان اقول لحضرتك حاجه، اي منتج للعسل الطبيعي المظبوط العلاجي بيخلص انتاجه بعد الفرز بشهر او بشهرين. الفرز ده اللي هو من كام لكام؟ الفرز ده اللي هو كل عسل في موسى عندك 15 ابريل اللي هو فرز الموالح، وعندك 15 6 اللي هو يونيو اللي هو فرز البرسيم، دول الموسمين الاساسيين في مصر. والبرسيم معاه يعني البرسيم اللي هو في شهر 6 والموالح اللي هو في شهر 4. يعني العسل موجود بعد مال القطن امتى؟ القطن خلاص يعني لسه راح. يعني في شهر كام الزهره بتاعته؟ القطن القطن 8 زمان 7 كنا 8 كنا بنفرزه في 8 وفي 10 لكن حاليا ما بقاش نفرز قطن لان ما بقاش في قطن. ما بقى هيجي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يبعد. لا اله الا الله، عسل القطن ده كان افضل العسل الموجود دلوقتي في السوق. ما انا بقول لحضرتك يا فندم، يعني نيجي بقى في شركات، يعني في شركات تواريخ غير الموجوده دلوقتي، شركات مثلا براندات عالميه كبيره وبتصدر بره بياخد العسل كده من نحال مثلا بلك، لو حط العسل ده طبعا ده مش متصفي ولا اتعمل له حمام، تمام؟ العسل لو ما تصفاش يجي يتحط في السوبر ماركت شكله يبقى فيه شوايب خيوط شمع كده، اقبال المستهلك عليه يبقى ضعيف ويتجمد، فعشان يخلي العسل ما يتجمدش يعمل ايه؟ يعمل له حمام، بس مش بيعمل له حمام ميه بقى، بيعمل له بسطره يسخنه وام برده، فالعسل بعد كده ما يتبلورش، لان عسل كتير جدا بتتبلور في السوبر ماركت ترجع للشركه تاني، فالشركه عشان تعالج ثقافه المستهلك يعني هو مش عارف ان ده الاصلي. فعشان كده تلاقي كل الاحسال او يعني بنسبه كبيره جدا اللي موجوده في السوق اللي بتتباع في السوبر ماركت كلها متبسطره، هي لا تصلح ان هي تستخدم. طب اللي في الشارع العربيات يا باشمهندس بيقول لك انتاج وزاره الزراعه، في حادثه حصلت في السعوديه ان في واحد واقف يبيع في الشارع في الشمس، ابنه خد من العسل اتسمم، جاله حاله تسمم، خدوا عينه العسل دي يعني حللوها لقوها فيها 8000 بي بي ام اتش ام اف اللي هو المفروض يبقى 80. العسل ما يتحطش في الشمس نهائي، شوف بقى هم بيبقوا قاعدين في الشارع بيبيعوا رصين في الشمس وعبوات شفافه، المفروض عبوات العسل تكون داكنه، حتى كمان الاوروبيين او الصينيين كمان يعني بيعبوه في ميتال كمان، في لا مش ميتال بيعبيه في ازاز ويحطه في عبوه كرتون عشان خاطر يمنع عنه الضوء. انت لو عندك العسل في البيت لازم تحطه في ضلفه تمنع عنه الضوء، لان العسل لا يعرض للضوء لا يعرض للحراره. العسل كمان لما يكون متبلور وعرضته للحراره بيزيد فيه الانزيم ده، انزيم الاتش ام اف. امال بقى الميه السخنه الصبح مع العسل والميه المغليه مع العسل؟ ميه فتره لازم تبقى فتره. اي حد يقول لك ميه سخنه غلط، اي حد يقول لك حل العسل حل الشاي بعسل غلط، اي العسل يتحط على اي سخنه بيتكسر كل فوائد. لو عايز تحلي بيه المشروبات السخنه زي الشاي وكده لازم تسيبه يبرد لحد ما يوصل لدرجه، ده انا بعمل بيه القهوه درجه 50 او 60. لا لا لا، انت تسخين العسل ده يخلي الانزيم ده يزيد، انت كده بتكون ماده سامه فيه، ماده سامه بس ممكن يعني مش هتتكون لان انت بتسخن لحظي دقيقتين لكن لو عرضته على النار مثلا، واحد مثلا جايب حله كبيره كده وعمال يسخن ساعه ولا ساعتين على بال ما يغلي مثلا يعمل له صفيحه عسل، بيكون لو خدت عينه من العسل ده فحصتها تلاقي سامه بقى سم، تلاقي فيها بلاوي. طيب